فمن ثمار الإيمان الفوز بولاية الله سبحانه وتعالى الخاصة، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالإيمان يفوز العبد بهذه الولاية، وهذه الولاية الخاصة لها ثمرات وآثار عظيمة. اقرأها أو اقرأ أعظم ما يكون منها في الآية الثانية بعد آية الكرسي، حيث قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه ثمرة عظيمة جدا لولاية الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، ظلمات الجهل إلى نور العلم، ظلمات الأهواء إلى اتباع الهدى ولزوم شرع الله سبحانه وتعالى. يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات كثيرة ومسالك الردى متنوعة، وإذا صار العبد في ولاية الله سبحانه وتعالى صانه الله وحفظه وكلأه برعايته وعنايته سبحانه وتعالى.